الموضوع ديال اليوم غادي يكون فيديو جد مختصر. غير بغيت نشارك معكم واحد النقطة، هو الهجرة إلى قطر 2021 عن طريق تطوع. السلام من جديد. كما ذكرت في العنوان، هو الهجرة عن طريق تطوع إلى قطر 2021. هذه واحد الفرصة ذهبية بالنسبة للشعب العربي بصفة عامة والشعب المغربي بالهجرة عن طريق التطوع إلى قطر 2021 الذي تحتضن كأس العرب، ولكن يعني بالدعم والمساندة ديال الفيفا بطبيعة الحال. إذن هذه الهجرة عن طريق التطوع إلى قطر يعني من أجل تطوع في مجالات مختلفة، مثلا الأمن، التواصل الاجتماعي، النظافة إلى غير ذلك. يعني دي تكون هذه الهجرة بدون شروط، يعني اللي هي شوية صعبة، مثلا يقول لك حساب بنكي أو يعني مثلا شي وثائق اللي هي صعبة بزاف. يعني هذا الامر متاح يعني وسهل. راني دخلت تصفحت يعني هذا الموقع هذا ديال الفيفا ديال التطوع. هو الموقع كيدعم اللغه العربيه والانجليزيه، غير هما كيفضلوا بالنسبه للناس اللي كتسجل في هذا التطوع انها تكون تهضر اللغه الانجليزيه، كتكون عندها فرص يعني كبيرة مثلا من أجل القبول يعني هذا التسجيل ديالهم. بالنسبة لرابط التسجيل غادي تلقاوه في صندوق الوصف. ومن هذا المنبر يعني أتمنى يعني الجميع حظا موفقا. تحياتي الخالصة، مع السلامة.